صفحات هذا الوطن الجميل، وكما هو الحال منذ 11 عاماً، شهدت مدينة إربد حفلاً مميزاً أعلن من خلاله انطلاق فعاليات مهرجان الرمان الذي يستمر على مدار 4 أيام كاملة. المنظمون لم يغفلوا عن تكريم كل من يستحق وكل من كان له دوراً بارزاً في أن يكون مهرجان الرمان علامة مسجلة لأهالي محافظة إربد. وفي موسم الفرح ووطن الحب والأمل أنشد الشعر وأقيمت حلقات الدبكة فرحاً، وغنى الفنانون للأردن وسط تفاعل نابع من القلب. مرحبا يا ضيوفنا والصوت اعتلى، فقول يا قاتل الحب دلل غصنها وريد، واسأل الله رزق ما هو من إنسان، دبس وحب طعمه عالي فالإنسان وفيه من الخير ما يغفل عن الأذهان. واستمراراً لأجواء الفرح، قص مدير مركز البحوث الزراعية الدكتور نزار حداد مندوباً عن وزير الزراعة شريط المعرض والمتضمن لأجنحة متعددة تعرض الرمان ومشتقاته كالدبس والعصائر وأجنحة أخرى للمصنوعات الشعبية والريفية. هذا المهرجان حقيقة مميز، في حوالي 80 إلى 100 عارض وبائع، في مئات الخيمة مليئة بالناس، يعني في مئات المتسوقين، وإن شاء الله نكون نافذة تسويقية مميزة، وهو فرصة لطرح أمام الناس فكرة أننا نأكل مما نزرع، فهذا يعني شعار يجب أن نؤكد عليه ونسوق هذا الشعار حتى نعزز الفرصة أمام المزارع الأردني في المنافسة في السوق المحلية. تم افتتاح مهرجان الرمان والمنتجات الريفية السنوي 11 صباح هذا اليوم، ونظمته مديرية زراعة محافظة إربد بالإضافة إلى المركز الوطني للبحوث الزراعية ومراكز تعزيز الإنتاجية. يهدف هذا المهرجان إلى إيجاد نافذة تسويقية لمنتجات المزارعين من أصحاب بساتين الرمان والمنتجات الأخرى، حيث اشتمل المهرجان والذي يستمر لمدة 4 أيام اعتبارا من هذا اليوم 10/10 ولغاية 13/10 على عدة أجنحة، جناح خاص للرمان ومنتجاته، وجناح خاص للمنتجات الريفية المتعددة، وجناح للمأكولات الشعبية، وجناح للحرف اليدوية، وجناح لنباتات الزينة. ونأمل من خلال هذا المهرجان والإقبال الكبير على هذا المهرجان خلال السنوات الماضية أن نؤمن مصدر دخل للمشاركين فيه، بحيث أنه الأسعار الحمد لله هي في متناول يد الجميع، ونحن كلجنة منظمة نراقب الأسعار ونضمن جودة هذه المنتجات من خلال أخذ عينات وفحصها بالتعاون مع شركائنا في المؤسسات الأخرى، خاصة مؤسسة الغذاء والدواء. وجالت كاميرا الأردن اليوم في أجنحة المعرض، فكان المشاركون سعداء بوجودهم، فرحين بمصنوعاتهم وما يضعونه أمامهم للزائرين. بيع رمان الأسعار مناسبة كثير، وعندنا دبس الرمان وخل ومربى الرمان، هذا كله معروض عندنا هون على الطاولة. شاركت اليوم فقرة شعرية بالمعرض، أنا كل سنة بندعي عليه، برحب بالضيوف وبحكي عن المعرض. المعرض رائع جدا، بشارك فيه الصغير والكبير بالمنتجات الرمان ومنتجات اليدوية كمان. معرض رائع كثير وحلو، وكل إشي بيشارك فيه، في الإكسسوار، الرمان، العصير. إحنا شاركنا إنه مشاركة بكل البازارات، بس هذا مشاركة البازار المهرجان الرمان كان إنه دور فيه، نعرض منتوجاتنا اللي إحنا بنعملها بجمعيتنا عن طريق تمكين المرأة الريفية، المرأة هي اللي ببيتها بتشتغل، إحنا بنعرض لها إياه بهذا البازار. منتوجاتنا اللي بتكون من البيئة، مثل عندنا الزيتون، البندورة المجففة، المقدوس، اللبنة، الزيت طبعا احنا بعد ما يعصروه بيحطوه، بيعملوا مربيات من العنب من الباذنجان. احتفى الحاضرون اليوم بالرمان وسيحتفون بعد أشهر بالزيتون،
لتؤكد هذه المهرجانات على أن أرض هذا الوطن المعطاء تستحق أن تولى كل رعاية واهتمام، لتكون منتوجاتنا فخرا لنا ورمزا نفاخر به العالم.